بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده بتقول لك احيانا بتكون في حاجات في الحياه انت شايفها بديهيه قوي، من كتر ما انت شايفها بديهيه مش عايز حد يكلمك فيها، يعني اوبفيس، يعني معروفه، يعني دي واضحه زي الشمس، هي محتاجه حد ياكد عليها، هي محتاجه ابويا وامي يفكروني بيها، واضحه زي الشمس، هي محتاجه الرسول مثلا يقول فيها حديث، ما هي واضحه زي الشمس. وبعدين تكتشف لا ده في حكمه كبيره. بدل الالغاز اللي انا بعملها لكم دي، خليني ادخل معاكم في القصه. قاعد مع 2 دكاتره نفسيين من امريكا، فبيحكوا على الطب النفسي وتطور الطب النفسي، وبعدين تطرقوا الموضوع اما تاثرت بيه شكل. بيقول لك ان في بعض ناس في الدنيا بيبقوا عايشين بقيم حلوه قوي، قيم جميله عايشين بيها في حياتهم، الصدق، الامانه، الوفاء، الخير، قيم حلوه قوي 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 قوي، لغاية ما يحصل لهم حادث مفاجئ. يعني إيه حادث مفاجئ؟ مصيبة مثلا، موت لحد قريب، حادثة تهزهم هزة في يوم واحد، تأثر على كل القيم دي، يا نهار أبيض. وبيقولك إن في علم النفس لها اسم علمي اسمها Dark Night of Soul، ليلة سوداء للروح. إيه ده العلم مسميها كده؟ أيوة العلم النفسي، أطباء الطب النفسي مسميينها Dark Night of Soul. الروح بيجيلها فجأة بعد ما كانت الروح دايما عايشة في النور، تجيلها فجأة ليلة سوداء وتتحطم كل القيم بتاعتها في ليلة. مات أخويا، مات ابني، حصل المصيبة الفلانية، فقدت فلوسي، كل القيم تنهار. فبقول لهم طب ودي حلها إيه؟ قالوا إن حلها إن يبقى في حاجات أساسية أنت دايماً فاكرها وبتفتكرها وبتركز عليها، فلما تيجي الدارك نايت، لأن كل واحد فينا معرض لمصيبة في الحياة، قيمك تفضل محفوظة لأنك فاكر دايماً. سكت شوية وقلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ أنا فهمت حديث طول عمري بقول هو النبي قال لنا ده ليه؟ ما هي معروفة. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. يا نهار أبيض، بيقولك إن النبي بيقولها في الصباح والمساء، وأنا كنت كل شوية أقول طب هو رسول ليه بيقولها في الصباح والمساء؟ ما هو النبي ثابت قلبه على دين، طب وبيعلمها لنا ليه؟ ما احنا بقينا مسلمين، هو للدرجة دي الموضوع صعب؟ ده أكيد الموضوع بديهي obvious سهل. لغاية ما عرفت الدارك نايت أوف سول، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. طب وليه أقولها كل يوم صبح وبالليل؟ تقولها كل يوم صبح وبالليل علشان تفضل حافظها، عشان تفضل في العقل الباطن، عشان ساعة المصيبة ما تهزش المصيبة القيم الأساسية. ثبت قلبي على دينك، من كتر ما قلتها بقت ركزة في الأعصاب، في الخيال، في الروح، فما تجيش الدارك نايت أوف سول. وقمت حاكي للاتنين الدكاترة الفكرة دي، فبصوا لي كده وقالوا لي نبيكوا قال كده؟ قلت لهم آه. قالوا لي ده هو ده الحل الوحيد لتثبيت القيم في الدماغ، عشان لما تيجي المصيبة ما يحصلش إن الإنسان يهتز قدامه كل القيم. أكيد نبيكم ده عظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسمة أمل لكل واحد يعيش بكلام النبي، ويعرف إن كل كلمة قالها النبي هي لمصلحته في يوم من الأيام. احفظوا معايا الحديث، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. شكرا والسلام عليكم.